استهدفت غارة جوية لجيش الاحتلال هي الأولى منذ بدء العدوان منطقة أيطو في قضاء زغرتا شمالي لبنان، وأسفرت عن مقتل 22 شخصا وإصابة آخرين. على صعيد آخر، أعلن حزب الله اللبناني اليوم خوضه اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة عتا الشعب جنوبي لبنان. من جهتها قالت الخارجية اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية على قوات اليونيفيل سابقة خطيرة وخرق للقانون الدولي والقرار 1701، ودعت مجلس الأمن لاتخاذ موقف حازم تجاه الاعتداءات الإسرائيلية على اليونيفيل ومنع تكرارها. دخل لبنان الأسبوع الثالث من الحرب الإسرائيلية الموسعة عليه، وسط استمرار الغارات المكثفة والقصف المدفعي في جنوب لبنان والبقاع مع سقوط ضحايا وجرحى، وبعد ليلة صعبة من الاشتباكات الناتجة عن سلسلة عمليات برية على الحدود الجنوبية، استمرت هذه الاشتباكات في بلدة عتا الشعب صباح اليوم، فيما طرحت تساؤلات حول المرحلة المقبلة التي ستشهدها البلاد بعد استهداف حزب الله لمنطقة جنوب حيفا مساء أمس. إسرائيل يعني ترى أن موازين القوى مالت لصالحها في الفترة الأخيرة، تحاول أن تراكم على هذه المكاسب وتستفيد من غياب ضغط أمريكي حقيقي عليها، لأن أمريكا دخلت السباق الرئاسي، وبالتالي إسرائيل مطلقة اليدين. ونحن اليوم أمام حرب في الإقليم، يعني إسرائيل في مواجهة إيران، الكل الأنظار مشدودة ما سوف تقوم به إسرائيل في إيران، وكيف سوف يكون الرد الإيراني إذا صار، ماذا هو الدور الأمريكي. وأعلنت المديرية العامة للدفاع المدني استمرار عمليات البحث والإنقاذ في محافظة النبطية وبرج البراجنة، أما في منطقة البسطة في بيروت الإدارية فلا يزال البحث جاريا عن فتاة مفقودة منذ يوم الخميس الماضي. أقل شيء في يقول كلمة واحدة، مأساة، مأساوي، حزين، تعاسة، ما في أمل ببكرة، ما في أمل بالنهاية. وقتنا خمسة أيام أكتشلي عم نشتغل نحن على نطلع قافلة غذائية مع إيواء على منطقة بعلبك وراس بعلبك. ليش صرنا هيك؟ لأنه ما قدرنا ناخد نحن كليرنس من الصليب الأحمر لحماية هالمواكب هاي. لما أخذنا كليرنس نهار السبت انلغى الكليرنس آخر اللحظة، أجلوا للأحد. جينا الأحد قلنا بناخده بارحة من طلعون للقوافل، قالوا اليوم الصبح، طلعنيهم 7 الصبح اليوم، هلأ بهاللحظات نحن بنحكي معك المقابلة بوجود علم صليب أحمر انقصفت القوافل. من جهته أعرب مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل عن قلقه العميق إزاء إطلاق حزب الله الصواريخ على إسرائيل، وشن جيش الاحتلال ضربات على المناطق المكتظة بالسكان في لبنان. دخل لبنان على ما يبدو مرحلة أكثر عنفاً في استهداف المناطق اللبنانية، فيما تؤكد المؤشرات أن المواجهات البرية تدخل معركة أوسع. مي فرحات، قناة الأخبار، بيروت. ولمزيد من المتابعة تنضم إلينا من بيروت مراسلة قناة الأخبار مي فرحات. مي، أهلا ومرحبا بك معنا. ما جديد المشهد الميداني والمواجهات جنوبا خاصة بعد الصواريخ التي استهدفت تل أبيب؟ أهلا بك فاطمة. استمرت طيلة النهار النيران الإسرائيلية على قرى وبلدات مختلفة من جنوب لبنان، وطالت النيران أيضا اليوم بعلبك مجددا، في حين أعلن حزب الله عن سلسلة عمليات بينهم استهداف لدبابات ميركافا، وهذا يدل طبعا أنه كان هناك محاولات تسلل جديدة للعدو الإسرائيلي باتجاه البلدات الجنوبية. بعد استهداف حيفا بالأمس لا يمكن القول أن الميدان جنوبيا كان أوسع أو أكثر سخونة من الأمس، فبالأمس كانت الجبهة ساخنة بشكل كبير، ولكن لا شك كانت العيون شاخصة اليوم باتجاه العاصمة بيروت. فبعد حوالي 4 أيام من الهدوء الحذر الذي خيم على بيروت، اليوم عادت المسيرات إلى الأجواء وحلقت المسيرات
المسيرات فوق سماء بيروت وخرقت جدار الصوت في بيروت. حتى الآن لم تقم بأي استهدافات في العاصمة بيروت، ولكن هناك تخوف كبير من أن تعود وتتوسع الاستهدافات الإسرائيلية نحو العاصمة بيروت التي شهدت 4 أيام من الهدوء. الملفت كان اليوم أيضا أن الغارات الإسرائيلية طالت لأول مرة قضاء صغرتا في شمال لبنان. شمال لبنان هذا الاستهداف الثالث له بعد استهداف مدينة طرابلس وقضاء البترون. اليوم استهدف قضاء صغرتا، وتحديدا استهدف مبنى سكنيا كان يقطنه نازحين من بلدة عيترون الجنوبية، في حين أفادت المعلومات الصحفية أن كان هناك بينهم قيادي من حزب الله على ما يبدو في هذا المبنى، ولهذا استهدف من قبل الجانب الإسرائيلي. نعم، مي، الاحتلال يصر على طرد اليونيفيل، ما هو الجديد هنا؟ صحيح. اليوم كان هناك تصاريح رسمية من السلطات اللبنانية من الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية تشكر قوات اليونيفيل على إصرارها على البقاء وعدم مغادرة مراكزها، لأنها إذا ما غادرت مراكزها طبعا لن يعود هناك من يحمي القرى الجنوبية أو يحمي القرار تحديدا 1701، لأن قوات اليونيفيل مهامها المراقبة ومهامها تطبيق القرار 1700 المساهمة نوعا ما في تطبيق القرار 1701. من جهة أخرى يصر الجانب الإسرائيلي على تخوين قوات اليونيفيل وعلى طردها بشكل كامل من أراضي الجنوب، وكنا قد شهدنا أيضا بالأمس أن القوات الإسرائيلية قامت باقتحام مبنى لقوات اليونيفيل في جنوب لبنان، نظرا لحساسية مواقع قوات اليونيفيل ولمواقعها الاستراتيجية في القرى الجنوبية لبيروت وأنها محصنة. يبدو وبحسب المحللين السياسيين في لبنان أنهم يصرون على طرد اليونيفيل لكي يستخدموا مراكزهم نظرا لمواقعها المهمة، وثانيا لكي لا يكونوا شاهدين على استخدام الأسلحة المحرمة التي عادة يستخدمها العدو الإسرائيلي في حروبه، خاصة فوق المباني المأهولة سكنيا. من الجانب اللبناني هناك تمسك بأن تبقى قوات اليونيفيل، ولكن يبقى الضغط كبيرا عليها، وما ترجم من تمسك من الدولة اللبنانية بقوات اليونيفيل هو طبعا ما شهدناه من تجديد لقرار بقائهم في الجنوب اللبناني، ونحن نتحدث عن حوالي 10,000 جندي، ليس برقم قليل، ولكن هناك طبعا ضغوطات تمارس، وكنا قد شهدنا على سلسلة اعتداءات على قوات اليونيفيل أدت إلى سقوط جرحى بين قواتها. حتى الآن لا تزال رغم كل ذلك متمسكة ومتمركزة في مواقعها على أمل ألا تتعرض مجددا لاستهدافات مباشرة. نعم، مي فرحات مراسلة قناة الأخبار، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك.